وصلنا اذا في صفاقس فاضل بوجاح باش يعطينا فكره على تحضيرات النادي الرياضي الصفاقسي اللي ان شاء الله غدوه يفوز، لانه كما نعرفوا زوز مباريات الذهاب واياب باش يديروا في صفاقس. مرحبا بك فاضل. مرحبا بك توفيق، مرحبا بالساده المستمعين. هذا هو زميلنا فتحي بوجلاح اللي نعرفوه برشا، وكان استقبلنا يوم امس ونتكلموا عليه من بعد في صفاقس. اذا كان تكلمنا على التحضيرات نتاع النادي الرياضي الصفاقسي خصيصا لهذه المباراه والتشكيله المحتمله. بالفعل توفيق، النادي الرياضي الصفاقسي كان دخل في سلسلة تحضيرات المباراة نتاع غدوة، مباراة الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية الأفريقية اللي باش تجمعوا مع فريق روكينزو البوراندي تقريب بعد انتهاء مباراة مستقبل جابس مباشرة. كان المدرب سانتوس عطال للاعبية راحة، وبعد تالي ديراكت انطلقت التحضيرات كما قلت لك للمباراة هذه نتاع غدوة، أول مباراة لنادي الرياضي الصفاقسي في المسابقة الأفريقية في الموسم الحالي. نعرف الناس كل أنه نادي الرياضي الصفاقسي صاحب الرقم القياسي في رفع كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، وسنا إن شاء الله نادي الرياضي الصفاقسي مقرر أنه باش يكون رقم صعب باش يرجع بقوة في المسابقة هذه. والتحذيرات كانت على قدم وساق للمباراة نتاع غدوة. التحذيرات كانت إدارية أول حاجة قبل ما تكون معناها تحذيرات رياضية. الهيئة المديرة النادي الرياضي الصفاقسي كانت نجحت في إقناع الفريق البوراندي هذا باش تلعب مباراة الذهاب ومباراة الإياب الزوز في صفاقس، لكن مع تكفل فريق النادي الرياضي الصفاقسي بمصاريف تنقل الفريق البوراندي هذا ومصاريف الإقامة. نعرف أن النادي الرياضي الصفاقسي تقريبا كانت الرحلة باش تكون طويلة وطويلة برشا باش يمشي يلعب في تنزانيا. نعرف الناس كل أنه الفريق البوراندي هذا ما ثماش ملاعب مؤهلة في البوراندي، دونك يلعب مقابلات نتاعو في دار السلام في تنزانيا، والرحلة تقريبا كانت باش تدوم حوالي 20 ساعة. النادي الرياضي الصفاقسي كان اتصل بالفريق هذا كما قلت لك ونجح في إقناع الفريق أنه يجي ويقوم النادي الرياضي الصفاقسي تقريبا خلاص كل المستحقات، وتكون دونك مباراة الذهاب اللي كانت المفروض باش تكون الفريق البوراندي هو المضيف. دونك النادي الرياضي الصفاقسي باش يكون غدوة الحي في الملعب نتاعو هو المضيف، لكن على ورقة المباراة باش يكون الفريق البوراندي هو المضيف. وهذا علاش الهيئة المديرة النادي الرياضي الصفاقسي كانت وضعت تذاكر على ذمة الأحبة. دونك غدوة الحي الاشتراكات مش باش تكون صالحة لدخول الملعب الطيب المهيري، فقط باش يكونوا الناس اللي اقتنت التذاكر هي اللي باش تدخل وباش تواكب المباراة غدوة الحي الساعة الأربعة نتاع العشية توفيق. هذا لوجيستيا وإداريا. رياضيا إذا كانت نتكلموا رياضيا، النادي الرياضي الصفاقسي كما قلت لك التحضيرات كانت على قدم وساق، تقريبا كان يوم وحيد معناها كان يوم راحه ويوم السبت الفارط، يوم معناها دفينة المرحوم الرئيس السابق السيد المنصف خناقم الله يرحمه. انا باش نتكلم عليها بعد شويه. ايوه النادي الرياضي الصفاقسي كان اصدر بلاغ قبل بيوم، يوم الوفاة اللي هي يوم الجمعة، قال انه جميع الانشطة الرياضية في النادي الرياضي الصفاقسي باش تتوقف يوم الغد يوم السبت. دونك وبعد الوفاة نتاع المرحوم منصف خناقم رجعت التحضيرات عادية، والنادي الرياضي الصفاقسي كما قلت لك ان شاء الله باش يكون غدوة في الموعد في المباراة هذه. اذا كان نرجع مباراة مستقبل كابس، الناس كل شافت انه ثم معناها شوية عدم استقرار من الجانب الدفاعي، المدرب قراح سابوا الجانب هذايا، وغدوة حي النجم ناكد لك انه باش يضغط عالي باش يبراسي الفريق البوراندي هذايا في المناطق نتاعو باش يسجل اكبر عدد من الاهداف النادي الرياضي الصفاقسي في المباراة نتاع غدوة ان شاء الله. وهذا اللي نتمناه الناس كل باش يسهل على روحه العودة وباش يسهل على روحه ورقة التأهل إن شاء الله في المباراة اللي بعدها اللي باش تدور زادة في ملعب الطيب المهيري بصفاقس توفيق. دونك كما قلت لك يمكن ثم كانت هشاشة دفاعية في مباراة مستقبل كابس، هذا علاش النجم نشوفه غدوة الحي بإذن الله تقريبا النادي الصفاقسي نجم يغير شوية في التشكيلة نتاعو، نجم نشوفه حتى ثلاثة لاعبين في محور الدفاع. النجم كما قلت لك المدرب هذا معناها الأكثرية والفور بوسيف باش يغير الشيما تكتيك نتاعو باش يبدأ بثلاثة مدافعين وباش يضغط عالي تقريبا معناها باش يواصل في النسق اللي بدا فيه في الضغط العالي في الشوط الثاني من مباراة مستقبل جابس. وقتها ثم شوية تغييرات شهدتها التشكيلة خاصة مع دخول اللاعب الإيفواري فابيان هذا تقريب غدوة حي باش يكون إن شاء الله أساسي مع الموجود في التشكيلة الأساسية، هو واللاعب محمد ضاوي كريستو وقلب الهجوم باش يكون تقريبا نجم ناكد لك اللي هو حازم حاج حسن. دونك كما قلت لك باش يبدا بثلاثه في اللاكس وتقريبا اربعه لاعبيه في وسط الميدان. هذا علاش كما قلت لك النادي الرياضي الصفاقسي غدوه الحي النتيجه حتميه ولازم تكون معناها بسكور عريض باش يسهل على روحه مباراه العوده توفيق.
شكرا لك على كل هذه الإضافة. وعلى ذكر صفاقس، كنت أنا وسيمونجي البحر وزميلنا كذلك يعني عدنان بالمراد، مشينا لتقديم واجب العزاء إلى أسرة الفقيد الذي كان هو كنا تكلمنا عليه نحن يوم السبت الماضي. هذا الرجل يعني منصف، يعني حقيقة خلى يعني أثر طيب، وخماخم منصف خماخم حقيقة يعني كل صفاقس تتحدث عليه، لأنه ما لا يقل عنده 25 مليار من ماله الخاص أعطاها لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. والبارح حقيقة يعني مشينا يوم الخميس، يوم الخميس يسميه هما في صفاقس، جاءوا كثير من الرياضيين من مختلف الرياضات، حتى يعني شفنا لاعبين القدامى كما اسكندر سويح من الكرة الطائرة، بسام الفوراتي المدير التقني، وكذلك منعم بن علي اللي كان في النجم الرياضي الساحلي وأصبح في الإطار الجامعي للكرة الطائرة، شخصيات رياضية أخرى كنا تقابلنا معاهم، وحقيقة يعني حفاوة بالغة من كل زاد المختار ذويبها عنا كلمة باش يتكلم على هذه المناسبة. ثم كذلك السيد حميد تريكي وغازي شعبان وجمال الشابي وطه يعني معلة وهو ابن أخت يعني المرحوم والفقيد، وزميلنا فتحي بوجناح شقيق المراسل متاعنا فاضل بوجناح، كانوا حقيقة أفعمونا بهالاستقبال الحار. سيمونجي والله أنا نضم صوتي لصوتك، الحقيقة الاستقبال اللي شفناه في صفاقس بمناسبة معناتها تقديم العزاء للمرحوم العزيز الغالي علينا، لأني عندي معاه من أصحابي ولو ما نشوفوش ديما، ولكن كانت فما مودة كبيرة بيناتنا، والله بمعزة مشينا لغديكا، ولكن الاستقبال الرائع اللي شفناه شيء يعمل كيف معناتها، وهذه صورة معناتها ما نجمش نعرفهم الصفاقسية، ولكن زاد تعلق بهم بهذا الاستقبال الرائع اللي شفناه منهم. استقبال رائع بأتم معنى الكلمة، شيء يعمل كيف. وهذه مناسبة اعطيتها لي التوفيق، نحب نشكرهم واحد واحد واللي سميتهم الكل، ولو وفما اللي عرفته أول مرة شفته، ولكن أنا عرفوني وفرحوا بيا، والشيء للاستقبال اللي شفته غديك أنا بحياتي ما شفتوش. هذا باش نربطه مع حاجة أخرى، أنا نتفكر نلعب وحمنلف تلعب مع سي اس اس، عمرها ما صارت باش يصفقوا على رئيس جمعية، أنا كان لي شرف الببليك متاع صفاقس الكل قام يصفق عليا، أنا ألف شكر لهم، وربي يرحمه منصف كالرجل الطيب، الرجل اللي خلى بصماته في كرة القدم، ولو أنه مش توصيات ولا أن اقتراح بسيط ماذا بينا في المركب الجديد متاع صفاقس اللي باش يصير ان شاء الله يسميوه على اسمه. صحيح، وما تنساش زاد المدافع الصلب النادي الرياضي الصفاقسي طرابلسي اللي كان زاد موجود ومعنا فهمتني وكان مرافقنا. وما ننساش زاد السي مختار. مختار ذويبه تكلمنا عليه زاد كيف. السي مختار عمري ما ننسى الراجل الطيب، اخلاق راه مش ملاعب متاع كوره برك، شيء غريب. هاو الكلمه باش نسمعوها توا، عنده كلمه قالها هو توا، تفضل. وإذا يقعد ديما طبعا نادي الصفاقسي كيما طبعا فاس، وأنا فرحان إنما عندي نشوف خويا عدنان، نشوف خويا هذا اليوم سيد توفيق، يونس سيمونجي بحر، سي ميد تريكينغ، هذا هو المفخرة معناتها المجتمع بتاعنا، ولذا فرصة طيبة، واللي أحلى من هذا اللي جمعتنا هي وفاة المرحوم سي منصف خناخ، ولذا شوف اللفتة معناتها نشوف الرياضة جمع وما تفرغش، وهذا مثال النسوان. إذا شكرا للجميع، وخاصة نحن من الرعيد الأول اللي لعب يعني من السبعينات ومن الستينات، عبد الوهاب طرابلسي قائد الفريق، يسمى هداف تاريخي رغم هو مدافع، اللي جاب به الدوبلي مع ترجي الرياضي التونسي، كان سجل مع مختار الجابسي، وحقيقة لاعب عنده أخلاق رفيعة ورفعة جدا. نحن باش نبقاو توا الآن ثم نمشيو زاد ثم كرة قدم ثم جولة، ونمشيو توا الآن نمشيو مقابلة مباشرة إلى قفصة، وثم حسام الدلالي اللي باش يحدثنا على مباراة قوافل قفصة وجرزيس. مرحبا بك حسام. حسام توفيق، اهلا وسهلا، مرحبا بك من ملعب محمد درواشد بقفصة، لقاء الجولة الثانية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بين القوافل الرياضية بقفصة وفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. نلعب الآن في 21 دقيقة لعب
وتقدم إلى حد الآن فريق الترجي رجيس منذ دقيقة على الثانية. يوسف سناني يستغل يعني خطأ لهاشم عباس ويسجل هدف الأول لترجي جرجيس في دقيقة الثانية من المباراة في 21 دقيقة لعب. ولازال تقدم الضيوف أمام فريق القوافل الرياضية في قفصة. لو تسمح نعطيك تشكيلتي الفريقين التوفيق. نبدأ بتشكيلة ضيف مدينة قفصة الترجي الجرجيسي في كاج سيف الدين الشرفي، حسين بن رمضان، يسري الضفلاوي، خليل جنيش، أسامة البحري، ماندي فالو، الكوني خلفة، معتز شوشان، نسيم الدهوش، يوسف سنينة، وديبي. ودرب الفريق أنيسة بوجلبان في أول اختبار ليه سمير الجويلي بالتشكيلة التالي: علي الفريوي، أحمد الحرشاني، هاشم عباس، أزر شكري، أسامة الشبالي، حسين الشيب، أنيس برباطي، هيثم المحمدي، حازم مبارك، أنور الجويني، وأمير العمراني. ودرب الفريق سمير الجويني في أول مباراة ليه. طاقم تحكيم المباراة: حكم الساحة خالد جويدر، مساعد أول رياض بوشلاغم، مساعد الثاني زيادة الزويوي، والحكم الرابع هو أسامة بن إسحاق. المنسقي العام للمباراة صالح العرعوري وفوزي الدالي. يراقب اللقاء هو عزوز جلول. نلعب الآن توفيق إلى حتى الآن في 22 دقيقة لعب، ولازال تقدم الترجي الجرجيسي وزال هو المسيطر إلى حد الآن على المباراة أمام المستضيف قوافل قفصة في 22 دقيقة لعب. توفيق، شكرا لك على هذه المعلومات حسام. نمشي الآن مباشرة إلى الرياضة العالمية مع محمد بن عبيد. أهلا بك سي توفيق، أهلا بكل الضيوف. كما تعرف عودة البطولات الأوروبية بعد الفاصل، فاصل المنتخبات، فاصل الفيفا. اليوم أبرز الجولات تأتينا من البطولة الإنجليزية. حاليا فريق مانشستر سيتي منتصر من هدفين مقابل هدف ضد فريق برينتفورد. ثنائي إيرلينغ هالاند توا نحكيه على 9 أهداف في 4 مقابلات إيرلينغ هالاند. في المقابل فريق ليفربول اللي عامل 3 نقاط، يعني عامل 9 نقاط، يعني 3 انتصارات في 3 جولات. حاليا متعادل 0-0 ضد فريق نوتنغهام فورست. كما تعرف حاليا ليفربول ومانشستر سيتي حقوا العلامات الكاملة، وغدوة قمة كبيرة، قمة كبيرة غدوة، ديربي لندن الشمالي يحكيوا على توتنهام ضد فريق أرسنال. في إسبانيا عنا ريال مدريد اللي مقابلة يعني صعيبة شوية ضد فريق ريال سوسيداد. كما تعرف فريق ريال مدريد مازال ما لقاش يعني النسخة التي يبحث عنها كارلو أنشيلوتي مع فينيسيوس وكيليون بابي. في مقابل زاد باش تغيب عليها كل من تشاوميني وكامافينجا. ممكن راو برشا مودريتش، فالفيردي، وأردا ويلي في وسط الميدان. ثم غدا قمة في كاتالونيا، فريق جيرونا سيواجه فريق برشلونة. فريق برشلونة حد الآن حقق 4 انتصارات في 4 مقابلات. فريق برشلونة اللي ما عملش ميركاتو كبير، لكن قاعد يقوم بنتائج ممتازة مع المدرب الألماني هانسي فليك. ثم في إيطاليا لا توجد مقابلات كبيرة، ممكن اليوم نستنيو النسخة الجديدة لفريق السيد العجوز فريق اليوفي، خاطر يمشي نشوفوا الأول مرة كأساسيين الصفقة الكبيرة كوب ماينرز لاعب الهولندي وكذلك نيكو غونزاليس. شكرا لك. نمشي مباشرة عبر الهاتف، عبر يمشيوا إلى زميلنا وصديقنا والمواكب دائما لمباريات الملعب التونسي. إذن بعد قليل ما زلنا نعم إذن نمشيوا الفائز الأول. بعد قليل نمشيوا إلى بشير زميلنا. الفائز الأول في المسابقة بطبيعة الحال هو الشاذلي المالكي من باب جديد. إذن كان تعطينا مباشرة الجواب. بالضبط الملعب التونسي باش يقابل اتحاد العاصمة بالجزائر، وجزائرك هي إقامة لشخصين في نهاية هذا الأسبوع بنزل المرادي بالحمامات. المرادي هوتيلز أودولا دو فوز أنفي. نمشيو الآن سيمونجي، هاك تشوف يعني ثم دعنا نعملوا شوية مسابقات وثم إقامة. أنا الحق شاركوا. ما كنت ميسالش ما تكسولت
كان تعطينا يعني انت ساعه ساعه ماشي بعض النتائج الحاصله الان في انتظار ان تكون المقابله الثانيه في الدوري التونسي، يعني ابار مقابل جرجيس وقفصه، وانما جرجيس يعني ترجيس منتصر على قفصه هدف مقابل صفر، هي تعادل الفريق الاولمبي البيجي الى حد الان بصفر مقابل صفر مع فريق مستقبل جيبس. حتى فريق الاولمبي البيجي نجم يحقق مع مستقبل جيبس. لا والترجيس بالمقابله اللي جايه حتى ما انتصر فيها تو بالاحتراز، حتى المباراه عدت مباراه كبيره ضد الملعب نجمع. التونسي وتو متفوق في ملعب صعيب صعيب برشا، وسلموجي يعرفوا في قفصه معناتها مش اي واحد ينجم يكون منتصر من 20 دقيقه لعب يكون بالانتصار هذايا. خدمه كبيره بتاع نيس بوجلبان نعرفوه طموح، ما فماش حس برشا على جرجيس بالانتدابات في ديما جرجيس في الطلعه نتاعها. ان شاء الله الرحله مازالت طويله، ان شاء الله توصل ان شاء الله. اذا الان حاضر جاهز زميلنا بشير، مرحبا بك بشير القروي. اهلا وسهلا بك سي توفيق، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعيك. كانت تعطينا فكره حول المباراه المرتقبه بعد اكثر شويه من ثلاثه ساعات، كيفاش تلوح حظوظ الملعب التونسي في هذه المباراه؟ والله في توفيق يعني انا توا حاليا ما زلت كي وصلت تقريب لمحيط ملعب رادس، جمهور الملعب التونسي مازال ما وصلش على عكس جماهير اتحاد العاصمه اللي بدات تتوافد شيئا فشيئا هوني على ملعب رادس والمباراه المرتقبه كما قلت اللي تنطلق بعد ثلاثه سوايع من الان 7 نتاع العشيه طبعا بتوقيت تونس في ملعب رادس. نعود نذكروا بالإطار اللي هو ذهاب للدور التمهيدي الثاني من مسابقه كاس الكونفدراليه الافريقيه ضد فريق اتحاد العاصمه، الفريق هذا اللي سبق له باش توج باللقب هذايا تو عنده عامين. دونك مباراه كبيره اكيد الفانونس ما بينات الزوز فرق هذوما، خاصه وكي نعرفوا انه المدرب نبيل معلول يعرف مليح الاجواء التونسيه بحكم تجربته مع الترجي الرياضي التونسي وغيره من الفرق التونسيه، كيف كيفما ملاعبيه من جانب لو اس ما اللي سبق لهم باش لعبوا في تونس وتقمصوا ضد الترجي الرياضي التونسي على غرار حسام الدين غشه الياس الشتي. دونك هذا بالنسبه لفريق اتحاد العاصمه. بالنسبه للملعب التونسي ماهر الكنزاري كان ان صح التعبير نجم نقولوا اللي الماتش نتاع اليوم هو لو برومي فري تيست، باعتبار انه حتى في الدور الفارط الدور السابق في المسابقه هذه الدور التمهيدي الاول ضد فريق جاموس جوبا من جنوب السودان كان حقق معناتها نتائج ايجابيه وانتصر عليها في تونس وكيف كيف خارج القواعد. اليوم اول معناتها بريمير بريتيست خاطر حتى في على المستوى المحلي لعب مباراه واحده في البطوله مع ترجي جرجيس كانت توفيق على نتيجه التعادل 1-1، وبعد الملعب التونسي كان خسر الاعتراف اللي كان تقدم به فريق ترجي جرجيس وخسر يعني سور تابي فير 2-0 خسر الريزيرف هذايا. خلينا نقولوا الانطلاقه الحقيقيه باش تكون الملعب التونسي في المباراه نتاع اليوم تنطلق مع السبعه نتاع العشيه. كان اعطيك ربما فكره على التشكيله اللي بسرعه لانه ما زلت دقيقه برك بسرعه كما تعرف انت التوقيت. ايوه هاي التشكيله كما قلت لك اللي باش يعتمد عليها ماهر الكنزاري في مباراه اليوم بنسبه 99% باش تكون على النحو التالي: في حراسه المرمى سامي هلال، على اليمين الهادي خلفه، على اليسار نضال العيفي، في محور الدفاع ادم عروس ومروان الصحراوي، قدامهم غازي العيادي يوسف اومارو وكذلك ريان السماعلي، وفي الخط الامامي باش نلقاو زياد بريمه معاهم بلال الماجري وكذلك اللاعب ساجد الفرشيشي. كما قلت التوفيق هذا تقريبا بنسبه 99% التشكيل اللي باش يعتمد عليها ميل كانزاري في مباراه اليوم. شكرا لك بشير، تعرف برشا انت الاتحاد العاصمه يعني في الكلمه الاخيره لانه بسرعه زاد اول مره معناتها تصير الاتحاد العاصمه والمولديه يكون في تونس جماهير كبيره برشا. الحاجه انا كنت في ليبيا سي توفيق الملعب التونسي تنقل مباراه وديه الأهلي. عملوا بروفا شكرا خطوي استدعاهم تكفلت النادي الاهلي بالمصاريف كلها، نفس التنقل اللي باش يصير في الجزائر عاشوه اللاعبين مشاو يلعبوا مباراه تدريبيه في 0-0. حكيت مع ماهر على الفريق اتحاد العاصمه ابار اللي هو يعرفهم وكذا لانه في فرديات تابعيني غاديكا ان شاء الله الانتصار ملعب تونس. نمشيو مع الفائز الثاني في المسابقه وهو سفيان المقراني، مرحبا بك. مرحبا بك. يعطينا الاجابه بسرعه. علي العابدي ومحمد علي بن رمضان. بالضبط والإجابة نتاعك صحيحة والفوز نتاعك يتمثل في زي رياضي. شو فريقك المفضل؟
الترجي. الترجي يكون اذا زي رياضي من الترجي الرياضي التونسي بلو الترجي الرياضي التونسي من اهداء مغازة سبور تاتش بحلم الانف. Ce concours est en partenariat avec Sport Touch. سي موجي نقراو لك حسابك ان شاء الله في سيري هذه يحمل الهمام نادي حفل الاخضر والابيض. اذا الى هنا نصل الى نهايه هذه الحصه، نلتقي بكم مجددا الاسبوع القادم في على نفس القناه وفي نفس التوقيت. الى اللقاء.